مسك راب الأخبار محبت أشنا قلت لك انطر راسك يابس راسي يابس ما تسمعك يابس 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 انت يابس أحبك القوطة جيدة انت بس شلونك تمام شو اخبارك الحمد لله بخير خلك خلك على جنب استريح بس ضيفنا اهلا وسهلا اخبارك تمام عامل ايه الحمد لله ان شاء الله بخير الحمد لله كل حاجه بخير وتمام هلا والله باكسترا جيمنج هلا فيك ما شاء الله كل هذا اكسترا جيمنج شفته كل هذا اكسترا جيمنج خش الشباب كلهم داخل الجلسه ها شو مسوي تمام الحمد لله بخير شلونكم والله الحمد لله نورتنا وشرفتنا والله يعني ما له داعي يعني هالمجاملات هذه الرسميات يعني لا 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 بيتك ثاني انت إيه ساكن ساكن هني انا هني إيه ساكن هني إيه إيه بس بس هذا إيه بيتك الثاني شو اخبارك طلال طلال سعيدي اكسترا جيمنج ما له داعي يعني اي يسمون انتروداكشنز الشباب يعرفونك اكيد وتونا قبل شهرين قبل طالعين مع بعض وعندنا ان شاء الله هل الخميس لا ليه معنا ان شاء الله ان شاء الله تاريخ 3/2 3/2 الساعه 6 المغرب أوكي. بإذن الله تعالى حلقة خاصة اسمها إلكترون جيمينج أوردز نوزع فيها جوائز حق الألعاب ملوت سنة 2016 ندري إحنا تأخرنا فيها شوي بس لين ضبطناها بأن إحنا ولكي جي جي أنتو وشباب من شبكة ألعاب راح هم من يكونوا متواجدين بالحلقة إن شاء الله لازم أنت تكون موجود إن شاء الله إن شاء الله لا أنا ويا الحلو هذا إيه خلاص أنا مو بروح إن شاء الله يعني خلاص أوكي أوكي ان شاء الله ان شاء الله مباشره قناتنا ان شاء الله ان شاء الله على اليوتيوب راح نحط لكم اللينك ان شاء الله راح يتوزع قبل التسجيل وهم بعد سويت تريلر بعد مؤخرا حطيته فيه حاطين احنا بالفيتشر فيتشر فيديو بالقناه راح تشوفه ما في انفجارات طلال لازم تحط انفجارات بالتريلر صايره انفجارات هنا عندكم من قبل لا لا انت قصدي لغرض الاكشن بس يعني شوف لا لا هذه بالحلقه ان شاء الله راح تصير اي راح تصير مجارات انا راح احارب حق بعض الالعاب يعني واقاتل بشهامه حقها يعني اساسا انا لاحظت ولا مقاتلتك يعني حق بعض الالعاب نعم لكن نعم في بعض نعم النتائج يعني يمكن ما ترضيك ما نشوف تصويت بالاخير يعني التصويت بيننا احنا يعني بيننا احنا ويعني على الاغلبيه ولكن سأحاول كذا يعني قصها جهودي بالبث دافع عنها اي ان شاء الله راح ادافع راح ادافع نعم 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 فاليوم حلقه الديوانيه هنتكلم فيه عن اخر العاب اللي لعبناها ان شاء الله راح اتكلم عن كم لعبه انا بعد بعض الاخبار اتوقع راح نتكلم عن ريزنت ايفل 7 انا خلصتها ريزنت ايفل 7 انا فعليا لعبتها بس ما خلصتها للحين ايه؟ لكن خلصتها بعيوني خلصتها بعيونك بعيوني هذا مصطلح جديد هذا شباب ديواني خلصتها بعيوني تعرف هو شلون خلصها بعيونه شو الحلقه خلصتها بعيوني ممتاز ممتاز انت طبعا خلصتها بخيالك انت انت خو بالمره مهرهر والله يعني راح اسولف بالحلقه يعني قاعد طالع واحد معروف باليوتيوب منه اضحك ومنه بعد يشوف اللعبه نعم. معروف بيوتي باي بيوتي باي قاعد يلعبها قاعد يلعبها يا إلهي هو ما يلعب وايد العاب ينطر العاب معينه يعني عرفت شلون وصدق يعني نقى العاب حلوه مثلا قبلها لعب ذا لاست جارديان وكذا يعني فهو كان ناطر ريزنت ايفل يعني اوكي قاعد يلعبها وهو يتصرقع وانا اتصرقع وياه انا عندي هذا يخرب علي الالعاب صراحه لا انا ادري اني ما راح اقدر العب اللعبه لا انا حق حالي لا يعني أتوقع يعني اوكي انت مستانس على شخصيته صح ايه بس خلاص هذا اهم شيء ان انت مستانس على شخصيته وبالعه البلاي ثرو راح يكون اوه ما العاب الرعب يعني ضحكني علي فصلات بعض المرات انا لا انا اطالع الكومبايليشنز مرات اذا سوى حق العاب الرعب يعني اللي يجمع لك اللقطات اللي صارخ فيها واطالعهم مكي بس ما اقدر بس هو لا هو قام ما يلعب نفس اول يعني ايه صار قام ينقي العابه يعني ايه صار مشغول وكذي عنده مشاريع ثانيه كذي عاد صدق ايه تابع على بعض المرات وايد يسوي شغلات يعني جربت فرانا هم مسويين بيتا كنا صح؟ ايه جربت انا احنا جربناها بالمعرض مال بالرياض بس ما لعبنا انا توني لاعبها من قبل كم يوم راح اسولف عنها بالحلقه ان شاء الله ان شاء الله ما في امبارجو عليه صح؟ ها لا 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 تعال تتكلم عنه اوكي عادي. اوكي حلو مم. لا عادي نقدر نسولف عن اللي شفناه بالبيتا يعني لازم اوضح ان هذا بيتا اي عشان احط الناس يعني ما يقولون هذا يمكن نسخه نهائيه لازم نسخه نهائيه وكذا شنو بعد سيفيلايزيشن هم لعبتها 6 هم جدا استمتعت فيها
اذا انتم تلعبونها ولا لا. اي لا احنا احنا عندنا علي يلعبها بس علي تدري بالغصب احنا نحصله انه يسجل ويانا. ايبك ايت ليجندري ايت ليجندري سبون قصدك. احنا انا شوف انا خلصت فان فانتسي 15 فبعطي طبعات الاخيره بس خلصها يعني من اسبوع تقريبا. ايه عشان سالف عنها بعد. زين باتل فيلد 1 خلصتها. انا خلصت تايتن فول. تايتن فول خلصت يلا من بعد نصيحتك خلصتها. حلو. بس عندي كم ملاحظه عليه. مو مشكله نناقشها. وشنو بعد وشريت كينغدم هارتس 2.8 للحين مقضيها ما جربتها. نزلت ها هذا مو اللي الجزء الاول والثاني هذا الشغله الجانبيه زائد جزء صح. قالوا في جزء مال البي اس بي اللي فيها البطله هذه اسمها اكوا اتوقع ولا شيء كذا اللي تنحكر بمكان معين فيقول لك بحكرتها اللي صارت بجزء البي اس بي راح تعرفها تعرف شنو صار فيها. وفي نفس سينماتيك فيديو مقدمه وفي جزء ثاني بعد ما ركزت عليه هو شنو. انا لا انا بالنسخه اللي في الجزء الاول والثاني اللي هم المرقمين صح يعني كندم هارتس كندم هارتس 2 اي اي هذا هذا شيء راح ينزل بعدين صح. اي اللي هو 1.5 2.5 ايه انطر انطر ال اللي هو 1.5 على اساس انه ريمكس يعني معدل وكذا صح؟ هذه 2.8 فاينل شابتر برولوج ليش الاسم هالطول ما ادري سكوير سكوير خلاص ايقنوا انه يعني بالاسامي اي ايقنوا لا هم هم متعمدين هي خلاص اي يعني لا لا انت شفت مشروع مال الفريق برافل ديفولت لعبتهم هذه مال السويتش اوكتوباث ترافلر هذا هذا البروجكت نيم امانه اوكتوباث ما ادري والله ما استبعد ما استبعد خلاص اوه نو وي هاف تشينج ذا نيم تو اوكتوباث ترافلر اوكي شو اللي تغير لا ياخذونها زياده اي اوكتوباث ووريرز هذا لما تكوكو ياخذوا المشروع بالضبط كل شيء موسو فاير امبلم بعد اخر واحده راح تصير في عندنا انسلوت العاب فاير امبلم هذا شيء جيد يعني انا متحمس حق مالت التليفون انا متحمس حق مالت موسو صراحه موسو تصدق عد ما جربت ولا واحده الا يمكن مالت سكوير الخاصه فيهم اللي هي دراجون كوست بس دراجون كوست شوف كل واحده فيهم غير شعورها عن الثانيه يعني على حسب انت شنو اللي مزاجك خلاص اول كان انت ما طلعت حق الناس يعني انت شغله ما خلي الضيف يصبر اي عادي عادي ما في العاب موسو شوي تركي لان كل سيريز يختلف بالجيم بلاي يختلف حتى بالارت ستايل وكذي فانت عشان تطيح على شيء يلبك حق ذوقك وحق يعني اهتماماتك لازم تجرب يعني انا مثلا بين داينستي ووريرز وبين ساموراي ووريرز ومثلا العاب ووريرز اللي من اي بي من اي بيات معينه بس هذا لا هو يعني قاعد الاحظ هذه اللحظه مومنت جميله وهو قاعد ياكل يعني نعم نعم قاعد اصيد زين يعني انا مثلا جربت ساموراي ووريرز جربت داينستي ووريرز بعد ما شفت الفرق بينهم حبيت مثلا اسلوب ساموراي ووريرز اكثر بس هذا لازم انت تجربه أغلبية الناس راح يشوفونها لعبة طق بشكل مربعات وصحيح لعبة شكل مربعات ولكن الشعور يختلف من لعبة للعبة. أنا حسيت إن دراجون كويست أرقى شوية. إي وفعلًا أكشخ. أرقى بوايد. بس أكشخهم أنا بالنسبة. إيه بس في ألعاب مثلًا موسو هم كذي مبنية على آي بي مثلًا نفس فيست أوف ذا نورث ستار فيست أوف ذا نورث ستار الكواليتي مالها مو وايد عالي مقارنة حق يعني. دراجون كويست. سلام سلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والله اللي صار انا قاعد بطاط يا العاب فشلتونا شلونك يا حسين تمام انا حسين. ما اطلع بالفيديو على سوالف سوالف شنو بيشو قاعد ياكل خله بسعاده برينجلز اوريجينال السعاده في صندوق لا مكلم مستعش ما انا بديت اوزين بيش باك خلقه باك خلقه ايوه بدل ما تقول احنا من زمان مو شايفكم يا جماعه صح ما سمعت شلونك اقول الحمد لله شو اخبارك لا لا انت من كثر ما هو ايبك لازم يطلع السلام بالفيديو يعني فيرست بيرسون يعني ما لعب دوم الشباب الحين لا ما لعب دوم حمد قاعد يلعب دوم وايد متشقق عليها انا تايتن فول متشقق عليها تايتن فول حلو تايتن فول انا اذا حصلت نسخه رخيصه احتمال اخذه بس عشان لحظه كنا كنا اي ايه 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 دش جي تي اي اخذت 19 لا الحين مفضي والله انا الحين مفضي لها اوكي تبون نبلش نسجل؟ بلش يلا يا حسين يلا شيسكي ناكامورا على دخله عجيبه ما ادري ما حد فيكم قاعد يطالع مصارعه لا من زمان ما طالع انا ترى ما طالع مصارعه بس طالع هذا مو دبليو دبليو اي اللي تحتها صح اتوقع NXT
هو الحين جايبين NXT بس هو اصلا باتحاد النيو جابان برو رسلينج الاتحاد الياباني. هو قالوا اللي ما ادري اللي يتاهل من NXT يروح حق دبليو يعطونه كونتراكت دبليو. اعتقد والله مو متاكد. بلا بلا عارفه بس هو شخصيته اهبل صدق؟ ايه وايد 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 احبه لما يكون بالرينج شي يسوي حركات. انا المصارعه ليه ايام ستيف اوستن بس وقفت. انا نفس حالتك امانه بس مرات يحوش الفضول. بس الحين انا الحين هاب المصارعه اليابانيه نيو جابان برو رسلينج سوالف هذه ولا مره فكرت المصارعه اليابانيه الحين على الديزاينات الكاركترات اللي قاعد تطلع الحين هي كاركترات اكثر من هي يحسسني كنا المصارعه ايام عزنا عرفت شلون يعني كان طالع وايد ماخذ هالجو هذا كيني اوميجا وربعه بوليت كلوب باليوتيوب كله طالع شيس كينو كامورا اي باليوتيوب شي طالع لقطات مختلفه خلاص لازم ترشد دش نيو جابان برو رسلينج الاوفيشال شانل مالهم مستمتع يحطوني اي راح تشوف ديزاينات شوي يعني غريبه المقنعين اليابانيين غير عن المقنعين باجي ها الحين في ناتشو ليبر الحين في لا بس الحين في تايجر ماسك جديد صدق ايه دوم يعني واحد صدق هو اصلا مقتبس من لا هو الانيميشن اقتبس منه الشخصيه يعني صار في شخصيه صجيه وبعدين الشخصيه الصجيه لفلت صار جينيريشنز اجيال انزين والحين صار شيء اساسي يعني ايه صار اجيال من تايجر ماسك انزين والحين تايجر ماسك الحالي الجيل الحالي انزين القناع ماله قناع الانيميشن ديش 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 استمتع لا لازم اشوف ايه اوكي يلا خلينا نبلش اللي قاعد يطالع يوتيوب يموت يلا يلا يصدق انت تستوري كل شيء والله تفرقشن